مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني. اليوم أنا وإنتو راح نكون في سان ياسيدرو، واللي هي ضاحية من ضواحي سان دييغو على الحدود الأمريكية المكسيكية. راح نسمع تفاصيل قصة مؤلمة صارت في العام 1984، وبالمناسبة هي بناء على طلب عدد من المتابعين. خلينا نسمع التفاصيل المؤلمة والمثيرة، لكن كالعادة بعد الفاصل نسمع. ورح نبدأ بتاريخ 18 يوليو من العام 1984، الساعة 4 مساء. هالضابط الموجود أمامنا واللي اسمه ميغيل رزاريا بيجي اتصال إنه في طفل رضيع تعرض لإطلاق الرصاص في واحد من محلات ماكدونالدز في المنطقة. ميغيل بتوصل المعلومات انه الطفل موجود في مركز من مراكز البريد اللي يقع بالقرب من محلات ماكدونالدز. على طول بيتحرك الضابط، لكن يبدو انه اخذ العنوان غلط، لانه في محلين لماك موجودين في منطقة سان ياسيدرو. على كل الاحوال اخيرا بيوصل على ماك اللي هو العنوان الصحيح. هون بيوصل لباركينات مركز البريد، وبيكون كل تفكيره منصب على الطفل الموجود داخل مركز البريد. ما بيعرف انه في مذبحة كبيرة بتصير داخل محلات ماكدونالدز. اول ما ينزل من سيارته يتوجه نحو مركز البريد، بيخرج احد الاشخاص واللي اسمه جيمس من محلات ماك، وبيبدأ يعني يوجه له رصاصات عديدة. على طول هالضابط الخبير واللي المفروض انه هو خبير بيختفي او بيختبئ خلف واحد من التركات الموجودة في المنطقة. بيحاول هالشخص اللي اسمه جيمس يرجع ويعني يصيبه مرة أخرى، لكن محاولاته بتفشل. الآن هو مختبئ خلف تراك وبيحاول إنه يوصله دعم، لأن واضح الإنسان اللي داخل محلات الماك هو إنسان خطير. خلينا نترك هالموضوع وأعرفكم عليه لجيمس. جيمس أوليفر هيوبرتي هو مواليد 11 أكتوبر من عام 1942، ولد في منطقة كانتون الجميلة في أوهايو، وهو له أخ واحد فقط. الوالد كان اسمه إيرل فينسنت، الوالدة كان اسمها آيسل هيوبرتي. ولما يكون عمره 3 سنوات لجيمس يصاب بشلل الأطفال. بتعرفوا بالعادة هذولا يضعوا لهم زي دعامات في أقدامهم حتى يساعدوهم على المشي ويخففوا من أثار الإصابة. فعلا بصير معه هيك، بتتحسن حالته، لكن بضل عنده ما بعرف، يمكن بتعرفوها، أكيد بتعرفوها، نوع من العرج، ويعني مشيته غير صحيحة. هالشيء ترك أثر نفسي عند هالطفل جيمس. في العام 1950 الوالد اللي بيشتري مزرعة كبيرة 155 ايكر في منطقة مونت ايتون. هناك بيحاول يبدأ حياته، لكن زوجته آيسل بترفض انها تعيش معه تماما. بتترك العائلة وبتبدأ في مهمة، هي اصلا متدينة وآل كمان متدين، بتبدأ هي في مهمة التبشير الدين المسيحي. بتدخل هاي الجماعات التبشيرية. وما تتخيلوا تأثير هجران الوالدة لهالطفل على نفسيته. الوالد بيحكي عدة مرات كان يدخل على ابنه وهو موجود في قن الدجاج وبيبكي بصوت عالي جدا. ما بعرف كيف أم عندها قلب إنها تترك ابنها. الصراحة يعني بتخيل أسوأ تجربة على الطفل إن والدته
تتركه. يعني بنكون جامعيين وكبار ومتزوجين أحيانا، وبشوف ناس متعلقين بأمهاتهم بطريقة جميلة وراقية، مش معناها تابعين لأمهاتهم، لا، في مشاعر بينهم وبين أمهاتهم. فما بالكم بطفل ما تركته بطريقة عادية، هي هجرته وتركته لوحده مع والده. الصراحة أكيد تأثيرها النفسي غير عادي. بيبدأ حياته كطفل بهالتجربة السيئة وبيكون وحيد تماما، ما في له أصدقاء، هوايته الوحيدة أنه يستخدم المسدس، في أمامه هدف معين ودائما يحاول أنه يصوب نحو الهدف. بعض الأصدقاء بيحكوا كانوا يحسوا أنه طفل غريب دائما منعزل، حتى أصدقاء المراهقة دائما يحكوا أنه في شيء غريب بشخصية هالطفل. وما بدنا ننسى مشكلة العرج، لأنه هو بتعرفوا بسبب شلل الأطفال استمرت معه هالشيء، خلاه هدف للأطفال التنمر عليه حتى خلال مرحلة الهاي سكول. على كل الأحوال هو بيتخرج في العام 1960 من المدارس الثانوية، بيروح على واحدة من الكليات بيبدأ يدرس علم الاجتماع، بيرجع بيغير التخصص بيدرس في بيتسبرغ انستيتيوت، وهناك بيدرس علم، الصراحة ما بعرف أنا بخاف من الاسم، لكن هدول الناس اللي بيتخصصوا بدفن الموتى، تكفينهم وأيضا تحنيطهم، يعني في دفن الموتى. جيمز بيتخرج في العام 1964. في بداية العام 1965 بيلتقي بفتاة جميلة جدا اسمها إتنا، كان يدرس معها في الكلية الأولى اللي بدأ يدرس فيها علم الاجتماع. بيتزوجوا، بيحصل فرصة عمل في واحد من أماكن دفن الموتى في منطقة كانتن. جيمس ولمدة سنتين بيعمل في هالمجال، لكن هو شخصيته شوي صعبة، بصير خلافات بينه وبين الزبائن، في النهاية بيترك العمل في هالموضوع. بيبدأ يعمل في شركة مختصة بتركيب الأسيجة للمزارع الحديدية، وهو مهمته الرئيسية لحام المعادن، يعني بعيد عن الناس والتعامل معهم، وبتبدأ أموره جيدة. دخله السنوي من 25 إلى 30 ألف دولار تقريبا. في النهاية بصير عنده بيت جيد وأموره مع زوجته مستقرة. بيشتري بيت، وبعد فترة بصير حريق في شتاء العام 1971، بيتدمر بيته، بيرجع بيشتري بيت آخر، وبعدين بيخطر عباله فكرة انه يرجع ويبني مجموعة من الشقق على أرض البيت القديم، وبدأ هو يديرها. هلا ليش كمان مرة بعيد هاي التفاصيل، يعني الرجل بيفكر مش بسيط أبدا، أمن لنفسه لعائلته مصدر دخل الجيد. على كل الأحوال بصير عنده بنتين، واحدة اسمها زيلا والتانية اسمها كاساندرا. 1972 1974. جيمس كان معروف عنه انه هو عنيف جدا داخل المنزل، يضرب بناته، يركلهم، يبكسهم، حتى في مرة من المرات واكثر من مرة كان يحمل السكين ويهددهم بقتلهم. في مرة من المرات زوجته بتخبر السوشيال سيرفيسز عنه انه هم بتعرضوا للتعنيف، كسر لها حنكها على الكامل. وبعد هيك ما بعرف ليش بعض السيد بيرجعوا بيستمروا في العيش مع هالنوعية من الأشخاص. بحسب كلامها هي تعلمت استراتيجيات انه تتعامل معه لما تشوفه غاضب، كيف تهديه باساليبها الخاصة، احيانا تضحك عليه، تبدأ تقرأ له مستقبله وحظه باستخدام الكارت، يعني تطمنه على انه الامور راح تكون بخير. ويبدو انه هالاستراتيجية نجحت في معظم الاحيان. وخليني هون ما انسى نقطة مهمة، انه جيمس
الجوز ما عاش مع والده فترة طويلة جدا، لأنه الوالد بعد فترة بيتزوج. بيصير جيمز علاقته سيئة جدا بزوجة والده، في النهاية بتم طرده من المنزل حتى قبل ما يخلص الهاي سكول، وأكيد هالشيء أثر على نفسيته أكثر وأكثر. ونرجع لجيمز وعلاقاته الأسرية اللي كانت مخيفة، فما بالكم بعلاقته مع الناس وزملاء العمل؟ دائما كانوا يحكوا انه هو انسان غريب مخيف، من هدول الناس اللي مفكرين انه كل العالم بيتآمر ضدهم. كان عنده هوس غير عادي بالأسلحة. جيمس كان من هاي النوعية من الجيران اللي دايما يعمل مشاكل على أتفه الأمور، يختلف هو وجيرانه. في مرة من المرات بيحرض بناته إنهم يعتدوا على بنات الجيران لأنه صار بينه وبينهم خلاف. ما بعرف الحل، لما نشوف شخص زي هيك نبتعد عنه تماما. جيمز بتتطور أموره ومشاكله، بيبدأ يفكر بطريقة إنه حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر بيتآمر ضده، وبعد هيك إجا رونالد ريغان كمان كان ضده. كل الدولة الآن وكل العالم ضد هالشخص اللي هو جيمز. بيبدأ يفكر بطريقة إنه الحرب الباردة يوما ما رح تتغير وتبطل حرب باردة، رح يصير دمار اقتصادي في العالم، حرب نووية. وبتعرفوا هدول الناس اللي دايما خايفين من كل شيء في المستقبل، إلى حد مرضي طبعا. التفكير في المستقبل عادي جدا، لكن ما نوصل لمرحلة مرضية. وبيبدأ جيمز يستعد لهاي المرحلة القادمة، بيخزن الطعام، بيخزن الأسلحة، وبيحول بيته لترسانة عسكرية. بيحكي الأصدقاء ما في مكان ممكن توصل له ما في سلاح، ومش بس سلاح، يعني ما بعرف أنا كثير بالأسلحة، بس يبدو أنه بتكون جاهزة للاستعمال. في العام 1982 بتم تسريحه من العمل. هالشيء بيزيد من مخاوفه، خوفه على عائلته، على اللي راح يصير معه الآن. هو غير قادر على إطعام أفراد العائلة. بيبدأ يفكر بطريقة إنه هو تعرض للظلم الشديد بسبب هاي العملية واللي هي تسريحه من العمل. وبيزيد وضعه سوء، بيبدأ يسمع أصوات ناس بتتحدث معه، بيبدأ يحكي عن إنه بيفكر في إنه ينتحر، وياريت بس ينتحر ويرتاح. لا، هو بده ياخذ معه العديد والعديد من الأشخاص قبل ما هو ينتحر. في مرة من المرات بيضع البندقية على رأسه أو المسدس في محاولة لقتل نفسه. زوجته طبعا بتمنعه، بيكون تعليقه لها إنه لازم ما منعتيني أبدا، لأنه واضح عنده خطة أكبر من هيك بكثير. وبتدهور أوضاعه المالية، في النهاية بيكون مضطر إنه يبيع المجمع السكني اللي بناه وكان يساعده في المصروف. بيبيعه في ربيع العام 1983. بعد هيك بيحصل فرصة عمل بسيطة، لكن بيرجع يعني لوضعه بدون عمل. بيصير معه حادث خلال هاي الفترة، هو واحدة من بناته، وبيبدأ يصير عنده ألم في منطقة الرقبة، رجفة في إيديه. بيتذكر أيام الطفولة حسب كلام زوجته، يعني كأنه هاي الآلام كان يعاني منها في فترة الطفولة. وبتخطر على باله فكرة لجيمز إنه يبيع المنزل اللي بيعيش فيه ويروح يعيش في المكسيك في منطقة تيجوانا، لأنه هناك الحياة أرخص وأسهل، ممكن يحصل فرصة عمل. ببيع البيت وفعلا بيروح على المكسيك، بيحاول يكون لطيف مع الناس يعيش معهم، لكن في النهاية بيفشل لأنه أصلا ما بيتحدث اللغة اللي هم المكسيك
يتحدثوها اللغة الإسبانية، وبالتالي ما بيحصل فرصة عمل. بيبدأ يحكي إنه أنا راجع على الولايات المتحدة وراح أفرجيهم مين هو المدير أو المسؤول. في نوع من التهديد في حديثه. بيرجع على الولايات المتحدة الأمريكية، هو أصلا كان في أوهايو، الآن بيرجع على سان يسيدرو، المنطقة تقريبا حدودية. بيبدأ يعيش في شقة، وبيكون هو الوحيد، هو وأفراد عائلته اللي المفروض من أصول أمريكية، الباقي معظمهم من أصول مكسيكية. بيكون عنده عنصرية واضحة في طريقته في التعامل مع الجيران الناس المحيطين. بيحصل فرصة عمل بعد فترة تدريبية زي حارس أمان، بيبدأ يحرس واحد من المجمعات السكنية، بيصير عنده مصدر دخل. في النهاية بيكون قادر على أنه يجيب أثاثه الموجود في أوهايو، وبيستقر في هالشقة المكونة من غرفتين نوم. وإحنا الآن بالمناسبة في العام 1984، بعد فترة عمل قصيرة كحارس أمن بيسرحوه من العمل، لأنه ما أصلا يعني ما بيشتغل في النهاية. على كل الأحوال بيسرحوه من العمل بتاريخ 10 جولاي. بتاريخ 15 جولاي بيبدأ يعترف لزوجته أخيرا أنه هو عنده مشاكل منتل، مشاكل عقلية صعبة جدا. بيحكي لزوجته أنه خلاص أنا لازم أبحث عن المساعدة، يعني مساعدة طبية. بعد يومين فعلا بيتصل على واحدة من المصحات الموجودة في المنطقة حتى ياخذ موعد. هلا الموظفة اللي على الريسبشن بتاخذ اسمه، بتاخذ معلوماته، وبتحكي له رح نرجع نتواصل معك مرة أخرى. هلا الموظفة بتنتبه انه هادي ما بيصرخ، يعني بتعتبره انه انسان ممكن ينتظر لمدة 48 ساعة، لانه بالعادة بيتصلوا خلال 48 ساعة. على كل الاحوال هو بيجلس فترة طويلة امام الهاتف ينتظر هاي المكالمة اللي ما بتوصل اصلا. بعد ساعات من الانتظار بياخد دراجته وبيغادر المنزل، بغيب لعدة ساعات. زوجته ما بتكون عارفة وين هو، لكن بيكون هادي لأبعد الحدود، لطيف، بيجلس معهم، بيتعشى، وأموره طيبة على الآخر. بعد العشاء بياخد هالأولاد بيروحوا بيعملوا سايكلينج، والأمور هادية لحد كبير. بيرجعوا على البيت بيشوفوا فيلم. المفروض إنه بهديك الفترة هو بياخد الفاليوم، لكن لأنه انتقلوا من مدينة لمدينة يبدو إنه زوجته ما بيكون عندها قدرة إنه تأمن له هالدواء. بتاريخ 18 يوليو بيكون عنده محاكمة فيما يتعلق بمخالفة سير. بيروح هو وأولاده، بتكون أموره طيبة وهادية على الأخير. حتى في المحكمة بيكون رايق رايق رايق. بيحكي لهم انه انا لاني جديد من اوهايو ما بعرف القوانين في هاي المنطقة، والقاضي حتى بيلغي عنه هاي المخالفة. بياخد الاولاد على ماك بيتعشوا ولا بيتغدوا وأمورهم جيدة. وبعد الغداء بياخد الأولاد بيمروا على حديقة الحيوانات الموجودة في سان دييغو. خلال وجودهم في الحديقة بيبدأ يحكي أشياء غريبة لزوجته، بما معناه أنا صبرت كثير على هالمجتمع وفي النهاية لازم يدفعوا الثمن. بيرجعوا على البيت، بترتاح زوجته، بيرجع بصحيها بعد فترة، بيقبلها قبلة الوداع، بيحمل 3 من أسلحته، يضعهم داخل حرام أو شيء بلفهم، وبيحكي لها، بتسأله هي أنت وين رايح، بيحكي لها رايح أصطاد البشر. هلا هي بتتجاهله، بتفكر نوبة من نوباته الغريبة. anyway بوقف على الباب الرئيسي، بودع بنته، بحكي لها أنا ما رح أرجع.
بيركب سيارته مباشرة على مطاعم ماك الموجودة في غرب سان ياسيدرا. الساعة 3:59 مساء بيدخل من الباب الأمامي للمطعم، وبيدخل هو حامل 3 أنواع من الأسلحة في سلاح ما أعرف إذا تعرفوه، بسموها بامبانكشن، يعني سلاح قوي جدا. على كل الأحوال أول شخص بيشوفه هو شاب اسمه جون أرنولد، بيكون يعمل على المكتب الرئيسي في المطعم على الكاونتر. على طول بيبدأ يحاول إنه يطلق عليه الرصاص، لكن لحسن الحظ إنه المسدس الأول ما بيعمل. هالشاب الصغير بغادر المكان وهو يعني ملخوم، مفكر إنه الموضوع مزحة في شيء غلط. على كل الأحوال بيرجع بجهز سلاح آخر، وهاي المرة بتيجي باتجاهه فتاة عمرها 22 عام بتكون مديرة المطعم. مباشرة بيوجه إلها رصاصة تحت عينها اليسار وبيقتلها على طول. بعد هيك بيلتفت لجون بيوجه له رصاصة أخرى، لكن هالشاب محظوظ في النهاية، يعني ما يقتل في هاي الحادثة. بعد هيك بيتوجه لصالة الطعام، بيبدأ يصرخ على الناس الزبائن الموجودين في المكان ويحكي لهم بما معناه أنتم فيتناميين قذرين. بيبدأ يدعي أنه هو من محاربي حرب فيتنام، وهالكلام غير صحيح أبدا. بيبدأ يحكي أنه هو كان مشارك في الحرب وقتل الآلاف من الفيتناميين، والآن بده يكمل المهمة. أحد الأشخاص واللي اسمه فيكتور ريفيرا كان يأكل مع أولاده وزوجته، بيوقف بيحاول يتوسل إله أنه ما يعني يكمل المهمة، ما في مجال، الجنون واصل حده. مباشرة بيوجه إله الرصاص، بيوجه لفيكتور 14 رصاصة. بعد هيك طبعا خلال هاي الفترة هو بيصرخ بجنون على فيكتور انه اخرس اخرس، في النهاية بيقتله. بعد هيك بيتوجه للآخرين وبيبدأ بكل مرة يبدل السلاح، في النهاية بيقتل عدد كبير منهم. الآن بوجه أنظاره لباركينات المطعم، بيكونوا أفراد عائلة مكونين من زوج زوجته وطفل عمره 4 شهور بيحاولوا يدخلوا على المطعم. على طول بيبدأ بإطلاق الرصاص باتجاه هال3 أشخاص. الوالد مباشرة بياخد هالطفل اللي عمره 4 شهور وبيبدأ يزحف باتجاه مركز البريد، بيعطيهم الطفل وبيرجع حتى يحاول ينقذ زوجته. وهنا أخيرا بيبدأ يتصلوا الناس الموجودين في مركز البريد على رجال الشرطة. خلال هاي الفترة جيمز جايب معه راديو، بيشغل هالراديو، الناس بيفكروا انه بده يسمع اخبار اللي عمله، لا، بيبدأ يرقص ويرقص ويطلق النار على الجميع بكل الاتجاهات. وبيكمل جيمز في جنونه، بيرجع مرة أخرى حتى يطلق النار على الناس الموجودين في الباركينات. هالمرة 3 من الأولاد أعمارهم 11 عام موجودين على بايسيكلز تاركين محل الدونتس وجايين على ماك. على طول بيبدأ يطلق عليهم الرصاص جوشوا، ديفيد وعمر، في النهاية بيقتل 2 منهم. الناجي الوحيد هو جوشوا. خلال وجوده على الأرض جوشوا على الرصيف بيتألم من الوجع، بيشوف رجل عمره 74 عام، زوجته اللي عمرها 69 عام جايين على المطعم حتى يأخذوا لهم وجبة سريعة. مباشرة بيبدأ يطلق عليهم الرصاص أول ما يفتحوا الباب. الصراحة هون بتساءل أنا ليش من الناس سامع صوت إطلاق الرصاص وعادي يعني داخلين على المطعم، الموضوع محرم.
المحير، يمكن كان مستخدم كاتم رصاص والله أعلم. خلال هاي الفترة بيوصل الضابط اللي حكينا عنه ميغويل، لكن ما بيكون عنده قدرة إنه يعني يتصرف بالطريقة الصحيحة. هو بيحكي أنا فكرت في أكثر من شخص موجودين وبدوا في إطلاق الرصاص. بيدخل على المطعم، ما هو في المطعم وين هو أصلا، بيدخل على المطبخ وبيبدأ يقتل الناس الموجودين في المطبخ، بيريح فترة بيرجع على الناس اللي أطلق عليهم الرصاص كمان مرة حتى يتأكد إنه هم قتلوا، يعني حتى اللي كان يحاول يظاهر إنه ميت رجع وقتله مرة أخرى. تحت السيدات ومع كل هالهيصة وهالدنيا الغريبة بتقترب من شباك اللي المفروض احنا احيانا لما نكون راكبين سياراتنا بنطلب منه. بتشوف جيمز واضح انه يعني بيطلق الرصاص مباشرة، بتحط لافيرز وبترجع بسيارتها بتصطدم بالسياج، لكن لحسن حظها انه هي عملت هيك. طبعا هاي السيدة هي وبنتها اللي عمرها سنتين بينجوا من هاي الحادثة. على كل الأحوال الآن جيمز بيبدأ يصرخ على الناس الموجودين في المطعم اللي ما زالوا على قيد الحياة يظهروا أنفسهم. بيبدأ يحكي بطريقة أنا ما بدي أأذي الأطفال، مع أنه بهاي المرحلة قتل عدد منهم. وبتعرفوا الأطفال بحالات زي هيك الرضع اللي ما بيفهموا شو اللي صاير بيبدوا بالبكاء والصراخ وهالشيء بينرفزوا لهالمجنون اللي اسمه جيمز. بيبدأ يصرخ على الأهالي اللي ما زالوا على قيد الحياة إنه يسكتوا أولادهم، وين تسكت طفل في هالجو يا مجنون. واحدة من الضحايا هي سيدة حامل اسمها جاكي، بيوجه لها 48 رصاصة بيقتلها وبيقتل جنينها. ابنها اللي عمره 8 شهور كارلوس بيجلس بجانبها بيبكي بيصرخ، بيبدأ هالمجنون يصرخ عليه للطفل انه يسكت، لكن الطفل ابدا مش فاهم، على طول بيبدأ بإطلاق الرصاص على الطفل في منطقة الرأس والظهر وبيقتله. بيرجع مرة أخرى على المطبخ بينتبه إنه في عدد من الأشخاص كانوا متخبيين، بيرجع بيبدأ يطلق عليهم الرصاص. في واحد من الأشخاص بيكون محظوظ لأنه بتخلص الطلقات من المسدس، في النهاية بيكون قادر على الهرب والزحف والاختباء. بيتخبى في واحدة من الخزانات، بياخد قطعة قماش وبيبدأ يعض عليها حتى ما يصدر أي صوت من كمية الألم اللي بيعاني منه. بياخد رباط حذائه بيربطه حول مكان وجود الرصاصة حتى يوقف النزيف. على كل الأحوال بيرجع المجنون على الصالة، بينتبه على سيدة ما زالت على قيد الحياة، بيمسك كيس بطاطا مقلية بيرمي عليها وبيرجع بيطلق النار عليها مرة أخرى وبتنجو من الحادثة. سبحان الله. وأكيد أنتوا بتتساءلوا طيب وين رجال الشرطة؟ فعلا وين رجال الشرطة؟ يقال إنه الهجوم استمر 77 دقيقة تقريبا. يرجع يرتاح يطلق النار على الناس اللي برا، على الناس اللي في المطعم، في صالة الطعام، في المطبخ، يبحث عن الأحياء. الصراحة شيء مؤلم جدا. يقال انه حاولوا مرة او تنتين رجال الشرطة الموجودين انهم يوقفوا هالهجوم لكن فشلوا، لكن مصادر عديدة بتأكد انهم ما حاولوا ولا كان عندهم جرأة اصلا انه يقتربوا من المطعم. على كل الاحوال بيوصل فريق السوات تيم اخيرا الساعة 4:40، بمضوا 20 دقيقة وهم يتناقشوا كيف ممكن يدخلوا ويقتلوا هالشخص المجنون.
أخيرا بيوصلوا إنه واحد من القناصة من ضمن فريق السوات تيم يصعد على سطح مركز البريد ويحاول إنه يشوف هالشخص يوجه له رصاصة، لكن الزجاج بيكون مظلل وصعب عليه، يعني بينتظروا وبينتظروا مش عارفين كيف يتصرفوا. أخيرا جيمز هو نفسه بيكسر الزجاج من خلال واحدة من الرصاصات. على طول القناص بينتهز الفرصة وبيطلق عليه الرصاص. القناص أخيرا بينتبه عليه أنه بيحاول يعبي البندقية وبيبدأ يستعد، يعني بينهض، بيكون جالس على الكاونتر ينهض حتى يكمل مهمته. على طول القناص بيعطيه رصاصة في منطقة القلب كانت قاتلة على طول. بعد هيك بتدخل فرق السوات تيم طبعا على المطعم، بيبدوا يخلوا الناس الجرحى إذا كان في أصلا ناس جرحى، بيدخلوا على المطبخ بيحصوا مجموعة من الموظفين مختبئين داخل واحدة من الخزانات، وأكيد حابين تعرفوا حصيلة هالهجوم الشرس. في النهاية هو بيقتل 21 بالإضافة للطفل اللي كان في رحم والدته، بصير عددهم 22، الجرحى بيكون عددهم 19 شخص تقريبا. وأكيد أنتوا عارفين رجال الشرطة بيبدوا يتوجه لهم انتقادات بما معناه أنه هم ما عرفوا يتصرفوا بطريقة سريعة. حجتهم بتكون أنه ما كانوا عارفين عدد الأشخاص الموجودين داخل المطعم، يعني اللي بيستخدموا الأسلحة. في النهاية هم ملامين. حتى الرجل العجوز بتذكروا وزوجته اللي هو أطلق عليهم الرصاص ما حاولوا ينقذوهم من باركينات المنطقة. الأطفال الثلاثة اللي عمرهم 11 عام ما اقترب منهم رجال الشرطة إلا بعد ما انتهى الحادث تماما. هم بيدعوا أنه أوريدي كانوا متوفيين. أيضا بيدعوا رجال الشرطة والمسؤولين أنه معظم الأشخاص اللي قتلوا خلال العشر دقائق الأولى للهجوم. الناجين بأكدوا أنه هالكلام غير صحيح أبدا، العديد منهم قتلوا وماتوا من إصاباتهم في انتظار رجال الشرطة أنهم يتصرفوا. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. من ضمن هاي التفاصيل لما راحوا الصحفيين حتى يشوفوا والد جيمز بيكون في حالة سيئة جدا، منهار يبكي وما عنده أي إجابة على أسئلة الصحفيين. بالنسبة لبناته زوجته تعرضوا للكثير من التهديد بعد هاي الحادثة، وبتعرفوا بالعادة بيخفوا هوياتهم حتى ما يصيبهم أي أذى، بيعملوا لهم جلسات استشارة نفسية وهالسوالف اللي بيأمنوا فيها. من ضمن التفاصيل يقال انه بعض الضباط اللي كانوا موجودين في مكان الحادث بعد فترة بدوا يعانوا من حالات صعبة نفسية، لانه شعور بالذنب لانهم ما تصرفوا بسرعة، والله اعلم. هلا بتبدأ تنتشر إشاعات إنه في النهاية هي عملية عنصرية على أساس إنه هو ما بيحب المكسيكان أبداً. هاي إنجليزي مع عربي كيف زبطت ما بعرف. على كل الأحوال اللي بصير إنه يعني المسؤولين بيحاولوا يظهروا الموضوع على إنه في النهاية هو مريض عقلي، ما كان يميز بين مكسيكي وغيره، وفي النهاية هاي اللي صار. شيء مؤلم الصراحة. يمكن من التفاصيل المهمة اللي كنت حابة أعرفها فعلا إذا محل ماكدونالدز ما زال موجود في هالمكان. في البداية كان عندهم خطة جددوه على أساس يرجعوا يشتغلوا فيه عادي، لكن بعد هيك يبدو أنه تغيرت الخطة. ممكن بعض الخبراء نصحوهم بأنه غلط أنه يفتحوا في مكان صارت فيه حادثة مؤلمة زي هاي، فعلا بغيروا المكان، بيهدموا المبنى وبيتحول لشيء آخر.
شركة ماكدونالدز بتتبرع بالأرض لمجلس المدينة بعد فترة بشرط إنه ما ينبنى فيها مطعم. بعد فترة بيبيعوها لواحدة من الكليات، والآن موجود أمام هاي الكلية زي هيك، يعني شيء يدل على أسماء الضحايا اللي كانوا في هاي الحادثة. في عدد من الأشخاص بيرفعوا قضايا طبعا أهالي الضحايا على ماكدونالدز وحتى على رجال الشرطة، لكن في النهاية جميع القضايا بتفشل، ما بياخدوا أي تعويضات ولا بياخدوا مبالغ مالية. كان في مبالغ بسيطة تقريبا 1 مليون وشوي، كانت نوع من التبرعات. يمكن من أغرب التفاصيل اللي بحب أحكيها إنه زوجته في العام 1986 رفعت قضية على ماكدونالدز، والشركة اللي كان يعمل فيها سابقا طالبت بتعويض بقيمة 5 مليون دولار. بتحكي إنه يعني الطعام السيء والشغل، طبيعة شغله عملت له نوع من التسمم بالمعادن في دمه، وهو في النهاية اللي أجبره على القيام بهاي الأعمال المجنونة. الصراحة مجنونة زيه. هي طبعا ومحاميها بيدعوا انه هو كان يشتغل في اللحام، بتعرفوا رصاص ومادة اخرى. الصراحة اول مرة بسمع فيها كادميوم، يعني ابخرت هاي المواد ممكن تكون عملت له تسمم وحالة غير عادية. لما يعملوا فحوصات ما في ادلة على وجود هاي المادة في جسمه، بتفشل قضيتها. في واحدة من بناته لهيوبريتي ظهرت في العام 2015، يعني بعد تقريبا 35 عام على حدوث الجريمة. صار في جريمة أخرى ومذبحة نفذتها هاي المرة سيدة باكستانية اسمها تاشرين وزوجها اللي اسمه فاروق. هنا هي حكت كلمة بهاي يعني الذكرى السيئة، يمكن تذكرت اللي عمله والدها بأنه هي عانت الكثير والكثير بسبب الشيء اللي عمله والدها. بتحكي أنه هم تلقوا علاج من الحكومة لكن العلاج النفسي ما كان مفيد أبدا. هي بدأت تعالج نفسها بطريقة ذكية جدا، أنه تحاول تعزل نفسها تماما عن كل شيء يخص والدها. اختارت مهنة التمريض حتى هي تساعد الناس، يعني تعمل عكس الشيء اللي عمله والدها. وآخر هاي التفاصيل إنه الزوجة توفت في عام 2003 بسبب سرطان الثدي. كانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وأكيد أكيد لو عجبتكم ما حتنسوني باللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء، لا تخافوا هاي القطط اليوم معصبة.